هذا البرنامج بالاشتراك مع أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، يسعد صباح جميع المتابعين والمتابعين انضموا لنا. هلأ فقرتنا طبعا هلأ هي أكيد فقرة بتهم كل محبي الفلك والفضاء، وأكيد طبعا أنا واحدة من الناس اللي بحب الفلك والفضاء، وهذا العلم واسع جدا. أكيد طبعا رح يكون معنا اليوم نديم التميمي، عضو الجمعية الفلكية الأردنية، اللي رح أكيد ينورنا بوجود. صباح الخير يا نديم. صباح النور. كيف صبحت؟ تمام، يعني فيقناك بكير وواضح شفتك شو عم تتاوب ونعسان ويعني احنا متاسفين جدا، ولكن وجودك اكيد مهم جدا في هاي الحلقه لليوم. نديم، بدايه بدنا تحكي لنا اكثر عن الجمعيه الفلكيه الاردنيه. الجمعيه الفلكيه الاردنيه هي جمعيه ثقافيه تاسست في 87. هي بتهتم اكثر شيء بالانشطه اللي لها علاقه بالفيزياء والفلك. نعم. وبعض الاحيان في بعض المجالات الاخرى عن طريق المحاضرات العامه اللي بنعملها اسبوعيا تقريبا. بالعادة بنعمل محاضرات في مقرنا في شارع الكارتنز. حلو. حالياً كل الفعالياتنا هي أونلاين، بقدر الكل يتابعنا عن طريق جروب الفيسبوك الجمعية الفلكية الأردنية. حالياً مستغلين إحنا وضع الأونلاين، نستضيف ناس علماء من كل أنحاء العالم بيعطونا مواضيع فلكية فيزيائية وأحياناً ثقافية بمواضيع تانية. في عنا كمان نشاطات الرصدية بنعملها عن طريق المخيمات. عندنا مخيم في الأزرق، معظم فعالياتنا فيه مخيم حمزة الفلكي، وبعض كمان الأنشطة الثانية اللي بنعملها في مثلا في عمان بالتعاون مع أماكن أخرى. يعني الواحد بيقدر انتو يعني يسجل اونلاين اذا بده، يعني مثلا يعني ما بعرف انتو بتسجلوا اونلاين ولا طبعا بيقدر انه بس يشوفكم اونلاين؟ يعني بطل في اكيد محاضرات يعني هي وجاهيه زي ما نحكي بسبب اكيد الوباء، صح؟ نعم، حاليا كل شيء اونلاين. الانتساب اي حد بيقدر ينتسب للجمعيه. حلو. طبعا عن طريق الجمعيه بيقدر الشخص اللي حاب يحصل على تلسكوبات، الجمعيه بتقدر تسهل عليه هاي الامور، واي شخص بيقدر يتابعنا بس يتواصل معنا على طريق الفيسبوك وكل الامور سهله بتكون. طيب هلا احنا في سؤال كل سنه بنساله، دائما بنحكي مثلا انه راح يكون في احداث فلكيه بشهدها العالم، من كسوف من خسوف من احداث ثانيه. اكيد طبعا السنه احنا ما قدرنا انه نجتمع مع بعض، يعني كلنا بسبب الاحداث بسبب الكورونا. يعني السنه هاي حابين نعرف انه طبعا كله اكيد بي 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 بعلم الله، ولكن هذا علم، نعرف شو الاحداث الفلكيه اللي راح يشهدها العالم ان شاء الله ب 2021. بالنسبة للأحداث الفلكية في عنا، نبلش خلينا بالكسوفات والخسوفات. في عنا 4 أحداث للكسوف والخسوف، مع الأسف ولا واحد فيهم مرئي بالأردن. عنا أول حدث حيكون ب 26/5، خسوف للقمر، خسوف كلي للقمر. هذا الخسوف رح ينشاف في أمريكا الشمالية، بعض الأماكن في روسيا. مش معنى الأردن لا يعني. هلأ هو بيعتمد على مكان وجوده حسب وين إحنا وكيف الأرض لافة بهذاك الوقت. فبالفترة اللي بصير فيها الخسوف يعني بيكون بهذيك المنطقة. يعني بسألك أسئلة أكيد المتابعين رح يسألوا إش معنى الأردن لا، فأنا عم بسبق وبسأل السؤال. تمام، تفضل. كسوف. الكسوف اللي حيصير بعديه بضعة أسابيع حيكون في 10/6. حيكون هذا الكسوف جميل جدا، بنسميه كسوف حلقي. اوكي. الكسوف الخسوف بصير لما يكون الارض ما بين القمر والشمس، فظل الارض بغطي على القمر، هذا الخسوف. اما الكسوف بيكون لما القمر يكون ما بين الشمس والارض. هلا في حاله الكسوف الحلقي بيكون القمر بعيد في ابعد نقطه عن الارض، فبالتالي ما بغطي قرص الشمس كامل. فالشمس عشانها بتكون اكبر من القمر بتبين، بتغطي القمر بيغطي الشمس وبيبين عندنا حلقه مضيئه جميله جدا للشمس، هذا بنسميه الكسوف الحلقي. كمان ما راح يكون مرئي بالاردن. هي بتصير هي بتصير هاي اكثر، يعني الحلقه هاي بتصير انه يعني مش كل سنه اكيد. بالضبط. ولا كل ما يصير في كسوف. بالضبط. يمكن بسنين معينه او حسب، يمكن بعد يمكن كل 100 سنه تصير مره، ما بعرف. بالضبط، هي بدها شروط معينه. الشرط الاول انه القمر يصير ما بين الأرض والشمس. نعم. ثاني شرط أنه يكون القمر في أبعد نقطة. أوكي. عشان هيك هي حادثة نادرة بتصير كل بضعة مثلاً عشرات السنين. فالسنة هاي رح تكون موجودة عندنا، رح يشهدوها الناس في مناطق زي كندا، زي روسيا. نعم. هاي البلاد رح يقدروا يشهدوها فقط.
بالضبط. يعني اللي حابب يشوف هاي الشغلات بده يكون بكندا او بروسيا. بالضبط. طيب ايش الاحداث الفلكيه اللي ان شاء الله ممكن انه نشوفها او نشهدها من الاردن؟ بعض الاحداث اللي بنشوفها من الاردن راح تكون عباره عن زخات شهب، هاي اهم الاحداث. بالنسبه لزخات الشهب السنه هاي عندنا زختين ضخام حنقدر نشوفهم بطريقه كثير مميزه. عندنا بالبدايه بشهر 4 في عندنا زخه كثير ضعيفه هي اسمها القيثاريات. ليش سميت بالقيثاريات؟ القيثاريات لانها بتطلع من مجموعه القيثاره او الليره اللي فيها النجم المميز فيجا او النسر الواقع. فبتبين انه الشهب معظمها بتطلع من هاي المجموعه، عشان هيك سميت بالقيثاريات. اوكي. هاي الشهب راح تكون حوالي 20 شهاب بالساعه. راح نشهدها طبعا بعمان، القمر راح يخرب شوي لكن بعض الشهب اللامعه حتكون موجوده. في عندنا بشهر 8، شهر 8 راح يكون مميز لانه بدايته راح يكون كوكب زحل في حاله تقابل، يعني راح يكون باقرب نقطه للارض. هذا في بدايه الشهر. في منتصف الشهر في عندنا يمكن أجمل زخة شهب راح تكون في هاي السنة اللي هي البرشاويات. شهب البرشاويات من أضخم الشهب السنوية، وكمان وقتها مميز جداً لأنه موجود بالصيف، بالعادة ما في غيوم بالسماء، الجو جداً مناسب للجميع أنه يسهر براحته ويشاهد هاي الشهب. راح تكون طبعاً ليلة مميزة جداً لأنه بالبداية راح يكون في عنا القمر هلال، وراح يكون في عنا المشتري وزحل، بعدين راح يغربوا بدري، وبعدين بضل الواحد لاخر الليل يشاهد الشهب بكل راحه بدون ما القمر ضوء القمر يخرب. راح يكون في حوالي 80 شهاب في الساعه. جاي اسالك اكم من شهاب ممكن الواحد يشوف، بنشوفه يعني بالعين المجرد ولا لازم تلسكوب او؟ بالضبط. هلا الشهب هي اغبره بتفوت الغلاف الجوي فبتنحرق داخل الغلاف الجوي، بتكون لامعه جدا، بتبين بالعين المجرده. في منها اشياء بتكون بسيطه جدا بتبين يعني ربع ثانيه او اقل، في شغلات ممكن تضل يعني لمدة ثانية، هاي بتكون لامعة أكثر، ممكن يعني أي حدا حتى من المدينة بيقدر يشاهدها بكل سهولة. هلا كسؤال يعني دام بخطر على بالي أنا، وكثير أكيد طبعا دام بتتضارب الأجوبة، إنه هو الشهاب بس ينزل، في ناس بتقول لك هو نجمة وقعت، هي صخور من القمر وقعت، إحنا بدنا تعريف يعني واضح عشان الناس ما تضلها تحكي إنه هي نجمة وقعت. هلا الشهب هي عبارة عن أخبرة موجودة في الفضاء، هاي الأخبرة يعني بتكون حبات رمل بسيطة جدا بتفوت الغلاف الجوي، حتى يعني أكبرها ما بتعدى حجم حبة الحمص. واو. لما يفوت الغلاف الجوي بنحرقه بالغلاف الجوي وبنشوف المنظر اللامع الموجود. هلا في حالة زخات الشهب الأخبرة هاي من وين جاي؟ هاي بتكون بقايا مذنب. هذا المذنب بدور حوالين الشمس، بقايا الذيل تاعه هذا لما تمر الارض من خلاله فبتزيد الاتربه اللي بتكون موجوده، فبنشاهدها على شكل زخه الشهب. نعم. نهايه السنه في عندنا كمان زخه شهب اكبر هي، لكن القمر حيكون تربيع وممكن يعطل شوي لبعدين ما يغرب، لكن بعد ما يغرب حيكون في عندنا حوالي 120 شهاب في الساعه. في حال طبعا لانه بشهر 12 في حال ما كان في عندنا غيوم، هاي يمكن تكون جميله جدا. بشهر 8 كل هذا الاحداث لا حتى. شهر 8 البرشاويات، شهر 12 التوأميات. حلو كثير. طيب نديم احكي لنا اكثر عن مخيم عمان الفلكي. مخيم عمان هو مخيم حديث السنه الماضيه بلش، موجود في منطقه العالوق قريب شارع الاردن. مخيم عمان بيعمل انشطه فلكيه، عنده اجهزه فلكيه، عندنا تلسكوبين حاليا، واحد منهم تلسكوب 12 انش يعتبر ضخم مناسب جدا للرصد. معظم الفعاليات الفلكية بتنرصد منه. موقع مخيم عمان الفلكي مناسب جدا للفعاليات الفلكية. اولا هو قريب من عمان، على اساس للناس اللي ما بتحب تبعد عنه هو قريب جدا من عمان. ثانيا هو موجود على جبل عالي فالافق كله موجود والمنطقة جميلة جدا مع الغروب الشمس بهذيك المنطقة جدا ساحر، وكمان لانه بعيد نوعا ما عن التلوث الضوئي من المدن وهي الشغلات، المجموعات النجميه اللي بتكون فيه بتكون واضحه نوعا ما بشكل كثير جميل. انت بتشوف انه في اقبال ما فيه اكثر؟ بالضبط. علم الفلك هو ساحر للجميع، هو يعني من اقدم العلوم، كل الحضارات كانت تتاثر فيه، يعني ما في اي شخص بيعيش ما بتطلع على السماء وبنسحر من جمالها. صح، صغار كبار كلنا، خصوصا يعني وقت الشهب بصراحه
تلاقي كل الناس طلع فوق بالضبط. حتى يعني بالجمعية مش شرط كل اللي بيجوا عنا أو على مخيم عمان كلهم مختصين، لا عامة الناس كلهم مهتمين بهاي الشغلات. نعم. أي شخص ممكن يهتم في السماء وعلم الفلك بشكل عام. أنت شو اللي خلاك تفوت هذا العلم؟ أنا يعني شكله عمرك صغير يعني، وواضح أنك كتير ملم بالموضوع وكتير داخل فيه وديتيلز، فشو اللي خلاك تفوت هذا الموضوع؟ بالضبط. أنا بالبداية طبعاً نفس الإشي السماء هي اللي سحرتني كبداية، كنت بدور على أشياء بالأردن ممكن أبلش منها، بعلمونا بشكل جداً رائع، بيوجهونا بطريقة مثالية. حلو. هم يعني حمسوني كمان أني أتخصص. احنا بنتشكر كثير نديم عن جد، يعني الحكي اكيد عن علم الفلك ما بده فقره ولا حلقه، اكيد بده حلقات وفقرات. بعينا هلا بدنا اكيد طبعا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معكم باقي فقرات حلقتنا لليوم، خليكم معنا.